and my ex from downtown. اوكي مريء. انا شخص حشري بطبيعتي يعني. هاي واضح. اجدد شيء هو اغنيه رح تصدر بعد شهر ان شاء الله. وفي حفلات يعني. انا طفولتي كلها كانت ذكرى حلوه، هي كلها بطفولتي، بس اذا بدي اقول كمراهقه بقول يمكن بس حنوت الكاس كان عمري 17-18 سنة، بس رحت بصراحة هذه كانت فيك يعني تيرنينج بوينت بحياتي. عندي عادة بعملها كتير ما بعرف غريبة يعني، عطول بدي عندي خاتم هيك بضل ألعب فيه أو شيء يعني. بس نطيت أكثر من 10 متر بالبسين كانت لي واو كيف قدرت أعمل الشيء. حياتي ما بغير فيها شيء فعلا يعني، كيف مشيت وكيف من طفولتي للنجومية للشغل لكل شيء لحياتي الاجتماعية ما بغير ولا أي شيء فيها. بحالة بغير يمكن بشخصيتي شوي، بشتغل أكتر على أني أقدر واجه أكتر أو أني أقدر أقول لأ لما لازم ينقال لأ. يعني أول جملة إجت على راسي بسمعها كتير يعني، بدي أتجاوز بكل سفرة وبكل حفلة عندي هالكومنت حبه. اوكي مريء. انا شخص حشري بطبيعتي يعني، ممكن ممكن اعمل كثير قصص. مره حدا لقبني مصر الاغنيه اللبنانيه، حسيت حالي عم طير على المزرعه. اخذت نصيحه من دكتور الرحل ولي عصافي لما التقيته باخر حياته، وقال لي جمله وفي كثير ناس بيعرفوا انه هالجمله غيرت لي او ثبتتني اكثر من اللي انا فيه. قال لي انتبه يا ابني، الصالح والخير هو اللي بيدور. فهيدي اخذها نصيحه لإلي ماشي فيها حياتي المهنيه وحياتي الشخصيه والاجتماعيه والاخرى، وبنصح كل الناس فيه. بوعدك يا كبير تهكل البيت، هكل البيت يا ابني.